صباح الخير ولا مساء الخير. هذا الصباح كيف العادة ديال الخدمة اللايف الفيديوهات والفلوغات فرق الخدمة فرق الفيرو. كنت منا تكونوا بخير ومازالين كتعيشوا أجواء العيد والدخاخن وحاولوا على الأزبال في الشوارع ديال المغرب وعلى الناس اللي تتخدم وتتنقي وتتدير العمل ديالها عمال النظافة وعميلات النظافة. كنبقاو نقولوا عمال وتنسوا عميلات لان راه كاينين بزاف العميلات ولاو تيخدموا حتى هما في النظافة. المهم حنا باقيين تحت غير الدخاخن ديال الحرائق اللي وصلوا لمونريال وكدير واحد الجو شويه توكسيك، ولكن ما كنحسوش به، ولكن لا كاليتي ديال الهواء راه توكسيك. اليوم هاد الفيديو بغيت نديرو على واحد القضيه ديال التناقضات. انا كاع لاشين بغيت نقرب الاسمي ونسميها تناقضات، يعني تناقضات على جميع المستويات، سواء علاش كاينين تناقضات. بحال دابا انا هادشي اللي دفعني كاع، انا الحاجه الوحيده اللي دفعني انني نكتب وانني ندير لاشين وانني كنهضر في السوشيال ميديا، وهذا هو دائما كنشوف التناقض، ولكن كنشوف التناقض بزاف في المجتمع ديالنا حنا المغربي اللي انا يعني خرجت منه وخويته برغم عني، لان هذاك التناقض. ودابا التناقض كنشوفه اكثر، مثلا حتى ملي كنتلقى مع شي مغاربه ومغربيات هنا كيزيد يبان داك التناقض. كيفاش؟ بحال دابا مثلا علاقتهم مجموعة ديال القيم مثلا، رغم انهم كيعيشوا في واحد المجتمع متحرر، مجتمع ديمقراطي، مجتمع تيحترم الانسان، تيحترم القناعات ديالو، تيحترم المرأة، الحقوق ديال جميع الفئات، والقانون راه تابع، القانون راه مطبق وفقا لهذه الحقوق، حقوق الافراد وحقوق الجماعات وحقوق الفرد على الدولة وإلى آخره. طبعا الحل الواجب، ولكن راه الدولة اللي ما كتوفرش الحق ما يمكنلاش طالب المواطن بالواجب. الحق أسبق على الواجب، الحق دائما أسبق على الواجب. يعني شنو هو الحق؟ مثلا خدينا الحق الأول اللي عند الإنسان من الحقوق الأساسية هو الحق في الحياة. شنو هو الحق في الحياة؟ الحق في الحياة هو ملي كطيح في كرش الأم ديالك في الرحم ديالها، تما كتبدا مسؤولية الدولة عليك. ماشي كتولد وتكبر وتولي عندك لاكارت ناسيونال وتقدو لك الدولة دير الواجب. راه كاين واحد الواجب. ماشي إذا الواجب شنو كيفاش كتكون انت في الرحم ديال الأم ديالك، راك ديجا مواطن في البلاد اللي كتكون فيها. اشنو خصها توفر لك الدوله؟ توفر لك الحقوق الاساسيه، الحق في الحياه. هذيك الام خصها صحه جيده، وخصها رعايه مجانيه كامله مشموله بغض النظر على واش مجوجه ولا ما مجوجاش. حيت الزواج ما عندوش علاقه بالحق ديال المواطن تجاه الدوله. هذاك ماشي الدوله ما عندهاش الحق تدخل فيك مزوج ولا ما مزوج، لانك اون فوا المراه كتحمل هذاك حاجه اخرى، والزواج اختياري. تقول لي حنا دولة إسلامية، أو دولة إسلامية على دولة إسلامية المرأة ملي كتحمل أو الطفل ما عندوش نفس الحقوق؟ إذا بحال كتقول أنني أنا لما كنت مسلم الدولة ما خصهاش توفر لي دوك الحقوق. مثلا المرأة اللي حملت خارج الزواج الدولة ما مجبرهاش توفر لها دوك الحقوق، بحال اللي كيوقع عندنا حنا كيعتبروه قال لك زينة وداك الشيء واخا. وعلاش انت نفس الشخص ملي كتجي لواحد الدوله ماشي مسلمه، انت مسلم وجاي لكندا ولا جاي لميريكان وهي دوله ماشي مسلمه وكتوفر لك الحقوق نفس الحقوق، علاش ما كتسولش راسك علاش؟ حيت هذيك الدوله مشغولهاش في الدين ديالك والمعتقد ديالك واللغه ديالك واللون ديالك والعرق ديالك.
شغلها فيك انسان، انسان عنده عندها هي اللي واجب عليها توفر ليه. اذا داكشي علاش كتشوفوا الحقوق ديال الاطفال هي اللي كاينه في المقدمه عند يعني طبيعه الام والطفل. يعني ملي كتكون المراه حبله، اذا شحال ديال الامور كتهم الناس اللي عايشين في الخارج والعيالات والنساء اللي حملوا في دول اللي هي دول الحق والقانون، راهم عارفات هذا الشيء. راه كاينين بزاف كاع تتحمل وتتحرق. علاش كتقول لك باش نولد ولدي تما باش يكون عنده لو دغوا دصول وغيتزاد مواطن وغترعاه الدوله مزيان، ولا ملي غنكون حامله الدوله كاينين حراقات كيمشيو حاملات وكتوصل تما كيعرفوها حامله بعدا ما كيرجعوهاش. هذه واحد. ثانيا كيديوها دائما للسبيطار باش تعالج باش تقابل باش تاكل مزيان باش داك الجنين يتزاد. اذا الحق هذا علاش كنقولوا الحق هو شمولي وكوني بغض النظر على جنسيتك وديانتك وهويتك ولغتك. هذا هو اللي اساسي. ف ملي كتقول الا الانسان هذيك اللي تغتصبها طراها او هذيك اللي حملت من الزنقه الفساد العور ديك الهضره وداك الطفل حتى هو كيتشرد معاها. حنا ماشي دابا انا ماشي شغلي دابا انا في العلاقات الرضائيه ولا ماشي الرضائيه كنسكت مليح كندوز حدا الناس تبقى غادي طططط داير الناس لا داكشي بحال التلقائي كتكون كتهضر كتكون غادي كتهضر ولا هما كيهضروا ولكن الناس كيهضروا بشويه. انا دابا راه كنهضر بزاف في الفيديو عاده الناس كتهضر بشويه وخا في الشارع وداكشي. اذا كيف قلت احنا ما كنهضروش دابا على واحد الجانب. هذاك الشيء ديال الحقوق الحق ما عندوش ما كيرتبطش نهائيا بالحريه الفرديه للشخص. بالعكس الدوله هي اللي خصها تضمن ديك الحريات الفرديه بحال الحق في العلاقات الرضائيه بين الراشدين. ولكن هذا ماشي هو المشكل. دابا انت درتي علاقه رضائيه واخا ما مجوش مثلا في المغرب وحملات المراه، واش هذا كيسقط مسؤوليه الرجل والدوله وخصوصا الدوله؟ لان الدوله عندها مسؤوليه اكثر من هذاك اللي حمل المراه. علاش؟ لان الدوله كون كتوضع واحد القوانين اللي كتحمي الانسان كتحمي وجود واحد الطفل لان الغريزه كاينه. واش دابا بنادم كيقول حنا دوله اسلاميه ما كنتناكحوش النكاح عرفتي ذاك المفهوم ديال النكاح اللي كاين عندنا حنا مزوج المزوج كيضرب ضربته خارج. بالعكس كتلقى المزوجين هما اكثر اقبالا على الخدمات الجنسيه هما المزوجين، حيت الراجل المزوج غالبا تتكون عنده واحد الاستقلاليه ماديه خدام داكشي باش داير اسره وكيفكيو. اذا كيعتبر راسو داكشي ديال متناوت ولا ثم لكيت ايمانكم وكيبقى عاطيها لا لو مالي على مراته وحمل وحده. واكبر دليل ماشي اكبر زعما دليل، راه هادشي راه يومي هادشي راه كنعرفو. راه انا عشت بلادي راه ماشي انا جايه من جزر القمر باش كنعطو امثله. مثلا حدا صاحبتي زي هذا كتهضر في التليفون حتى هي كتغاوت ولكن هي كتهضر في هذا لاتينا كتهضر في اسبانيا. كيقولنا مثلا كتشوف شخص كيخدم في مجال ديال القانون وكيعرف ومحامي وكيعرف سميتو وهو براسو حيت كيسمي راسو مسلم ومراته محاميه عطى راسو الحق انه يرتكب نفس الشيء. اشنو دار؟ ما هو مزوج واب ومشى كيتزلل مع واحد الشابه شبع معها دوران شبع معها زهو ولا لا ومالي ونشاط. راكم عارفين زهو النشاط ومصور معاه وكل شيء. فرخ لينا تمرات وحيحات عليه ضربها لها بنكره. ضرب ماشي دابا المشكله ضرب بنكره للسيده اللي كانت تيزها معاها
وضرب بنكرة البنت اللي حملات منه. وسقى السيدة هذيك البنت هي الضحية، دخلت للحبس بتهمة ديال الزينة والفساد إلى آخره. راكم عارفين التهمة، الزينة وداكشي الفساد. تبقى كان بالمغرب كيسميوه الفساد في القانون. راه الفساد راه هو اللي كيدير اخنوش وكديروا الملكيه وكيديروا المسؤولين المغاربه، داك راه هو الفساد. اما الممارسه الجنسيه راه غير ممارسه. اهم شيء انه دابا تنكر البنتو. علاش؟ لان اول حاجه هو كمحامي واخا عارفوا القانون بغى يتلعب بالقانون باسم الدين، باش هو ما يتسماش كذا. وحيت مراته شلابيه مجرمه، واخا محاميه شلابيه مجرمه، ومع الاحترام ديالي لكل المحامين النزهاء اللي عرفت واللي ما زلت كنعرف، ولكن كل قال لك كل زبيبه فكرها عود، ولا قال لك تزين مخطط الاولى، وحتى بالعمان فيه الكحوله. المهم نشوف نقلب بعد، تبعوا معايا. راكم كتسمعوا صوت منظرات في البارك. المهم واحد شخص راه مكسال تما ناعس في الجو بارد. هادو كاينين دي اس دي اف هنايا، هذوك الاس دي اف ديال اللوكس اللي كي المدمنين. تا شي مره نهضر لكم على هاد الدوسي تا هو ديال اس دي اف هنايا، شنو هما وعلاش هما اس دي اف الى اخره. فكيف قلت ان شو صاحبنا صاحبنا نسين جاب لاباس. المهم هو نكر البنت، قال له ماشي بنتي. وهذيك السيده ما عمري عرفتها، الوغ محامي، مراته محاميه، ورغم ذلك ولا مهم. حتى راكم شفتوا الحركه التضامنيه اللي كانت من طرف الهيئات الحقوقيه والنسائيه بالدرجه الاولى، وما صوروا منه والو، رغم ان عدد من القضاه يعني داك الاجتهادات اللي ولات ديال بعض القضاه في المغرب زعما، اللي هي صراحه كنحييهم عليها بزاف بزاف، اللي ولاو كيفرضوا التحليل ديال الدين باش يثبت النسب. ف يا انا نقول لكم واحد القضيه، شتي دابا الدوله ديالنا كون كانت دايره خدمتها كانت الدوله كترعى الاسره وكترعى الطفل وكترعى المراه وكترعى الحقوق، ويمشي داك الاب يسطح راسو مع الحيط كاع لا يعترف بها، ما يعترفش بها، حيت الدوله غادي تحط كل شيء للام، تسمى ام عازبه. راها المغرب على الاقل راه كيعترف بالستاتيو ديال الام العازبه، كتحط ولدها في الحاله المدنيه، ولكن ما كيبقاش عنده حقوق اجتماعيه. مثلا المراه الا ما اعترفش هو بالطفل وما بغاش يدير الواجب ديالو ديال يصرف وينفق على ولده ويتهلا فيه او على بنته، كيتحرم منه ما يبقاش يشوفو. ولا مشات تحاول يتصل بيه، راه القوانين كاينه. اذا الدوله اللي فيها الحقوق كتحاول انها توفر الدوله حنا ديالنا خدامه بالدين. علاش؟ باش تبقى تتحكم في الافراد وباش ما تعطيهمش الحقوق ديالهم. هذيك الخطيبه ولا صاحبه ديال المحامي هي مامات بنته، ما كاينش هاد الفيلم ديال مسكينه يدخلوها للحبس وعندها بيبي وداكشي. بحال البنت اللي تغتصبت مؤخرا تولدت، بحال مئات والاف البنات كيتغتصبوا يوميا في المغرب من طرف مغاربه، من طرف سياح اجانب خليجيين الى اخره، وكيولدوا اولادهم كيتعرضوا. لا، هذاك الشيء خدمه الدوله. وزيدوا الدوله كون كانت دايره خدمتها بصح، راه ما غتكونش الدعاره وما غتكونش الحريق وما غتكونش البطاله، غتكون بواحد النسبه. لان المغاربه راهم ما كثرش، والخير موجود والثروات موجوده. وانا ساليت هنايا طريقي وصلت للخدمه. تحيه لكم، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو مقبل في سنه قضات مع عزتي ليلي.